आग मेरी सो सवारी दो सवारी लड़ लड़ जावे, ओ जिस देख दिल मेरा पीछे पीछे पड़ पड़ जावे। हे दिन में ये तेरे घर कहीं और गुजरे ये रातें, करना जो तुझी दफा पहली बार कर कर जावे। الهوريزونتال كيرف انا عارف ان الهوريزونتال كيرف ده عباره عن ايه؟ ناتج من تقاطع تو تانجنت. يعني عشان عندي تانجنت كده في الطريق وتانجنت كده، ده عباره عن تحويل للمسار في الطريق. ده تي واحد وده تي اتنين. فايه اللي حصل؟ ما نشا ما بينهم؟ نشا ما بينهم الهوريزونتال كيرف كده. ليه؟ عشان اقدر اسهل الانتقال من التانجنت ده للتانجنت ده، لان دي ايه؟ حافه حاده. فانا مش هقدر اعملها فين؟ اوقعها على الطريق. فبعمل حاجه اسمها ايه؟ هوريزونتال كيرف. ايه المطلوب مني النهارده؟ ان انا هقسم حاجه اسمها بروفايل للترانزيشن زون. وهنعرف ايه ده دلوقتي. اول تانجنت اللي هو قصادك ده، اللي هو البدايه، ده اللي هو التانجنت الاولاني. طب فين التانجنت الثاني؟ اللي هو ده، وما بينهم كده. شكل الطريق في البدايه الكروس سيكشن بتاعه اللي هو واحد واحد ده، لو بصيت فيه شكل الطريق في العالم بيبقى عامل كده، بس حضرتك ما بتبقاش مميزه. في حاجه اسمها كراون سلوب. يعني ايه كراون سلوب؟ مين تاني، ما علينا الترجمه الخرافيه بتاعته، بعمله كده. المين ده بالنسبه لعرض الطريق بيبقى خفيف قوي، عشان كده حضرتك ما بتقدرش تميزه وانت ماشي على الطريق. فبالنسبه لعرض الطريق، يعني مثلا لو كان 2% بالنسبه لعرض الطريق ده، المين ده بيبقى خفيف قوي بالنسبه لك، عشان كده ايه؟ ما بيبقاش باين. بيتكون من ايه الكروس سيكشن ده؟ انا كاني جايب سكينه وباصص كده، خلي بالك ده بلان، انا باصص كده كروس سيكشن. هتلاقي عندك الحافه الداخليه اللي هي ناحيه الاورجن، اللي هي ناحيه الريديس، دي بيسميها الانر ايدج، الحافه الداخليه لمين؟ للطريق. ودي بيسميها الاو اي، الاوتر ايدج، لمين؟ للطريق. وده السنتر لاين اللي هو نص الطريق بالظبط. الطريق ده ثلاث حارات اربع حارات ايا ما يكن، لكن السنتر لاين ده في نص ايه؟ في نص الطريق بالظبط. العرض الكامل للطريق بيسميه 2 بي. فنص عرض الطريق ده لغايه السنتر لاين بيسميه ايه؟ بيسميه بي. فانا لو عايز اجيب الارتفاع ده من الاوتر ايدج اللي هو برضه مقابل للانر ايدج في نفس الليفل، لو عايز اجيب الارتفاع ده لغايه السنتر لاين هيبقى عباره عن ايه؟ هيبقى عباره عن المين في مين؟ في الطول ده. يعني بي في سي على مين؟ على مين؟ اللي هي سي في المين. تمام؟ ده بالنسبه للكروس سكشن الاولاني. احنا اتفقنا ان جوه الكيرف انا بعمل حاجه اسمها سوبر اليفيشن. ليه؟ عشان اقدر اتغلب على قوه الطرد المركزي اللي جوه الكيرف. عشان العربيه ما تطيرش بره مين؟ بره الكيرف بتاعي. هي ده. هلاقي ان الكروس سكشن الاثنين ده، هلاقي ان الميل عامل كده، حاجه اسمها سوبر اليفيشن، اقصى ميل عرضي بوصل له جوه المنحنى الافقي. طيب الميل بقى عامل كده، وميل عالي عن الميل كراون، يعني الكراون ده ميل خفيف، لكن الميل الاي ده ميل عالي كده، مش هقدر اتغلب على قوه الطرد ده. تمام؟ بيتكون من ايه؟ الانر تحت، وهتلاقي الاوتر فوق والسنتر في النص هنا. المسافه دي كلها عباره عن الطول ده كله اللي هو كام؟ عرض الطريق كله اللي هو 2 بي، هضربه في مين؟ في الميل الجديد بتاعي اللي هو 2 بي في اي على مين. تمام؟ يبقى الطول ده يبقى الاوتر ايدج فوق الانر ايدج بمسافه قد ايه؟ 2 بي في اي على مين. والاي ده احنا عرفناه اللي هو السوبر انفيجن. انا دلوقتي عايز انتقل من الكروس سيكشن الاولاني ده اللي هو الكراون سلوب لمين؟ للسوبر اليفيشن. طب هل لو انا جيت اقسمه في العادي هيطلع لي ايه؟ هيطلع لي حاجه عامله كده، ده ميل خفيف كده فوقيه ميل عالي كده اللي هو ليه. فالحته دي انا اقدر اتغلب عليها ازاي؟ كانها عامله زي مطب كده. فجي عمل حاجه اسمها ترانزيشن زون او سبايرال كيرف. السبايرال كيرف ده عباره عن منحنى متغير القطر، بيقدر يوصل بيه من الميل سي في المية ده للميل اي في المية بسهولة. بيعمل ايه؟ انه بيلف حوالين التلاتة ايدج دول، الانتر والانر ايدج والسنتر لاين والاوتر ايدج.
بيلف حوالينه بيعمل روتيشن. ازاي؟ اول روتيشن مثلا حوالين الانر سريعا كده، بيروح مثبت الانر اللي هو ده ويبدا يرفع في الايدج ده، يعمل ازاي؟ يعمل كده، وبعدين وهو ماشي يبدا يرفع، وهو ماشي يوصل لكل ده يبقى سي، بعد كده يبدا يرفع تدريجي لغايه ما يوصل لايه؟ يوصل ليه؟ ثبت الايدج اللي بيلف حواليه، فبيعمل روتيشن فين؟ في الترانزيشن زون اللي هي دي، اللي هي بيسميها ال ال اس. ال ال اس ده حاجه اسمه سبايرال لينس. ال ال اس ده اسمه سبايرال لينس، والجزء ده بنسميه السبايرال كيرف او الترانزيشن زون، اللي هي المنطقه الانتقاليه اللي بتنقل من فين؟ من الميد سي في المية للميد اي في المية. انا هعمل ثلاثه روتيشن، انر وسنتر واوتر، هشوف الطريق او هرسم البروفايل بتاع الطريق في المنطقه دي ال اس في الثلاثه روتيشن دي. انا عايز اعمل ايه؟ كاني ببص من هنا كده، او قاطع في السنتر وببص. انا عايز اشوف التغير بالنسبه للليفلات بتاع الانر والسنتر والاوتر بيحصل ايه في البروفايل. وعشان اقدر اعمل ده في ستيبات كده انا بمشيها واحده واحده، ستيبات للديزاين. خلي بالك عشان المساله دي مهمه وبتاخد منك وقت في الامتحان، يعني انت لو جيت تحلها لاول مره ممكن تاخد منك نص ساعه وممكن ازيد، فلازم تبقى حللها اكتر من مره علشان بيطلب منها اكتر من مطالب هنشوفها مع بعض، هنشوف افكارها. ايه الاستنباط اللي انا بعملها عشان اقدر ارسم البروفايل؟ البروفايل ده عباره عن شويه كولم كده ما بينهم مسافات لازم اجيبها من الاول. فركز معايا في البدايه كده لغايه ما ارسم لك البروفايل. اول حاجه انا بعملها بستخدم المعادله دي واحنا خدناها قبل كده، اللي هي بتساوي ايه؟ بيقول لي انه اي زائد اف اس بتساوي في سكوير على 127 ار. ايه هي دي؟ الاي اللي هي السوبر اليفيشن، ودي بيديها لك جيم او ايا ما يكون. القانون ده بيديك مطلوبين وتجيب التالت، تمام؟ ايه هي الاف اس؟ حاجه اسمها سايد فريكشن فاكتور، معامل احتكاك العرضي بالنسبه للعربيه، كان العربيه هتتزحلق كده بس بالعرض ما بين اطارات العربيه ومين؟ وما بين الطريق. الاف اس دي لو كانت جيفن باخدها بكام؟ ببون 16. او ممكن يديني جدول كده بدلاله السرعه، يديني فيه السرعه قصاد الاف اس، ويكون مديني السرعه جوه المساله، يعني يقول لي السرعه في المساله دي كام؟ 100. ويديني الجدول ده، ادخل عند السرعه 100 اجيب مين؟ اجيب الاف اس بتاعي، تمام؟ يا اما جيفن من الاول يقول لي الاف اس بكذا، يا اما ما فيش لا جدول ولا اي حاجه يبقى نوت جيفن هفرضها بكام؟ بون 16، تمام؟ الفي اللي هي سرعة العربية جوه الكيرف، والار ده اللي هو نصف قطر الكيرف، بحط الفي بالكيلومتر براور والار بتبقى بالمتر. ال 127 دي التحويلة عشان نركز، الار دي بتبقى بالمتر لو هطلعها واحطها، وهنا الفي بتبقى بالكيلومتر براور، تمام؟ ثاني خطوة بجيب الطول ده عشان انا هرسم البروفايل ده، فانا عايز اعرف الطول ده قد ايه. الطول ده بيقول لي عباره عن معادلتين، اول واحده بيقول لي ان ال ال اس ده بيساوي في تكعيب على 28 ار. الفي انا عارفها اللي هي السرعه، والار اللي هو الريدكس، تمام؟ طيب او ال ال اس ده بيساوي اي تربيع على ار. ايه الاي ده؟ الاي ده حاجه اسمها سبايرال بارامتر. معامل كده خاص بالسبايرال كيرف، وده هيديهولك في جدول بدلاله السرعه برضه. هتلاقي الجدول عامل كده فوق الفي وتحت حاجه اسمها الاي مينيم اللي هو سبايرال بارامتر، قصاد كل في هتلاقي الاي بتاعتها. هيجي هو يديك في المساله الفي بكذا، او هيديك الار والاي وتجيب الفي، ومنها تجيب مين؟ الاي مينيمم بتاعك او الاي اللي هو السبايرال بارامتر. جه في امتحان مره ما ادوهمش الجدول، الناس كلها قعدت تسال على الجدول، بس هو كان قايل لهم جمله كده، قال لهم ان السبايرال بارامتر بيساوي 150 مثلا، والناس كلها بتدور على الجدول، ويا باشمهندس ما خدناش الجدول، وهو جوه المساله قايل ايه؟ ان السبايرال بارامتر الاي دي مديهاني جيفن اساسا. فنركز في الحاجات اللي زي دي، المصطلحات.
عشان ما تدورش تقول لي فين الجدول ده، انا مش عايزه اساسا. تمام؟ طيب يبقى باخد من دول ال ال اس الاثنين دول، باخد ال ال اس الماكسيمم ويطلع ال ال اس الدفلاج حاجه بايه؟ بالمتر. تمام؟ الخطوه الثالثه بعمل الروتيشن، وبيبقى اباوت يا اما لينا ريدج او الاوتر ريدج او ايه؟ او السنتر لاين. اخر خطوه بعملها بعمل حاجه اسمها تشيك سبيد. واحده واحده نعرف الحاجات دي المبهمه. قبل ما امسح الحته دي، النقطه اللي على السنتر لاين دي ما بين التانجنت والسبايرال كيرف بيسميها تي اس، عشان انا تانجنت وانا داخل على سبايرال فبيسميها تانجنت سبايرال تي اس. النقطة اللي على السنتر لاين، خلي بالك على السنتر لاين، النقطة دي بتبقى على السنتر لاين، تمام؟ ما بين سبايرال كيرف والكيرف بيسميها اس سي، سبايرال كيرف كيرف، تمام؟ طيب العكس وانت خارج بقى بتبقى من كيرف لسبايرال تبقى سي اس، ومن سبايرال لتانجنت تبقى ايه؟ اس تي. تمام؟ عشان النقط دي هيجي يدي لك حاجات مدلولات، هيديك اليفيشن جوه المساله ويطلب منك كذا اليفيشن تاني. فركز معايا فين موقعها بالظبط، بتبقى على السنتر لاين. تمام؟ المسافات اللي انا بحاول اجيبها من الصبح ال ال اس هي من هنا لهنا. بيقسم البروفايل بتاعه اربع ستيج. ستيج 1 2 3 4. ستيج 1 دي في البدايه. ودي بتبقى قبل ال ال اس بمسافه. ايه المسافه دي؟ حاجه اسمها اكس. وبيسميها الران اوت لينس. يعني الاكس دي برضو اسمها ايه؟ ران اوت لينس. دي بتبقى قبل ال ال اس بمسافه كده اللي هي الاكس. وهعرف اجيبها ازاي دلوقتي. وال ال اس بيسميها الران اوف لينس. عشان هو ممكن يجي كده في المساله يقول لي ان الران اوف لينس بكذا. واقعد انا احسب له في ال ال اس وادور على بي وهو ما كنتش مديني فيه ولا اي حاجه، في مجاهيل كتير وهو مديني اساسا ال ال اس جاهزه. او مديني الران اوت يقول لي ان الران اوت ال لينس بكذا. مش محتاج ان انا احسبها. فنركز سوا مع بعض. انا عندي كروس سكشن في البدايه اهو. انا هعمل روتيشن اول واحد فين؟ اول روتيشن عندي اللي هو اباوت الانر ريدج. النقطة اللي بتعمل حواليها روتيشن بتثبتها، بتتمسمرها كده. أنا عندي أدي الروتيشن أباوت الانر ريدج، يبقى النقطة دي ثابتة للآخر، خط مستقيم زي ما أنا عامله كده. تمام؟ اللي أنا برسمه تحت ده الكروس سيكشن عشان أفهمك عليه. فستيج واحد بتبقى عاملة كده. الانر والأوتر في منسوب واحد اللي هو ده. الخط اللي تحت فوقيهم بمسافة، ده مين؟ ده السنتر لاين. المسافة دي كام؟ عبارة عن بي في سي على 100 اللي احنا حسبناها في اول كروس سيكشن الاولاني من شوية. تمام؟ زي الفل. اول حاجة بتتم انه منسوب الاوتر ده بيبقى في منسوب السنتر لاين. دي ستيج 2 يعني بيعمل كده. ادي الاوتر ايدج ودي ستيج 2 يعني الخط ده بيبقى افق كده. فركز معايا، ستيج 1 بيبقى فيها الاوتر والانر في نفس المنسوب عامل كده اللي هو هنا. ادي الانر ايدج اللي انا بلف حواليه، وادي الاوتر، وفوقيهم بمسافه اللي هو السنتر لاين اللي هي المسافه دي بي في سي على 100. تمام؟ زي الفل. ستيج 2 بقى هتلاقي ان الاوتر ده هيبقى في نفس منسوب السنتر. هيترفع كده فالخط ده يبقى افق. يعمل ايه؟ يعمل كده. انا كنت كده صح؟ هتلاقي ان الاوتر ده بيزيد يزيد يزيد لغايه ما يعمل كده. ارسمها ازاي دي؟ ركز معايا. الانر اتغير، الانر اللي انا بلف حواليه ثابت للاخر. فادي الانر ايدج. طيب فالحركه اللي انا عملتها دي ان هو عمل كده، السنتر اتغير؟ لا. ثابت للاخر. يبقى ده ثابت برضه. هتلاقي في ستيج 2 كل اللي حصل انه الاوتر ده وصل لمنسوب مين؟ السنتر.
السنتر والانر ثابتين. طب الاوتر عمل ايه؟ بص عمل ايه من النقطه دي وصل لغايه منسوب مين؟ السنتر. ده الاوتر ايدج. فرسم الخط ده. لو تلاحظ كده انت لو حطيت قلم عند كل نقطه دي ثابته، فانا بتغير. بص اهو بيتحرك لغايه ما عمل كده. ده رسم خط والانر رسم خط. طب الاوتر بيتغير تدريجي كده، فعمل لي الخط المايل ده لغايه ما وصل لمنسوب مين؟ لمنسوب السنتر لاين. تمام؟ دي اول او تاني ستيج. ستيج 3 ايه اللي بيتم؟ بيكمل الاوتر ايدج ده على استقامته. فبيبقى عامل كده. ادي الاوتر ايدج والميل كله ده بيبقى سي في الميل. بس بيبقى ده كاونتر، يعني ايه؟ كانه اتعكس كده. تمام؟ فالميل كله ده بيبقى سي في الميل. دي ستيج 3. طب دي هنرسمها ازاي هنا؟ ركز معايا. السنتر هنا اتغير في ستيج 3؟ لا، يبقى مكمل معايا للاخر. لغايه هنا ده السنتر. والانر ده اللي بلف حواليه فما بيتغيرش. مين اللي اتغير؟ هو الاوتر بس. هيكمل على استقامته زي استقامه الخط ده. يبقى يعمل كده. حلو؟ عمل ايه؟ انا كنت عامل كده. بص اهو. كمل بقى معايا كده. هيزيد 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 لغايه ما يعمل كده. ده عمل خط والسنتر عمل خط. طب والاوتر؟ راح عامل الخط المايل ده. ادي نقطه 2 3. المسافه دي قد المسافه دي قد دي اللي هي كام؟ بي في سي على مين. تمام؟ حلو كده؟ اخر حته بقى اللي بتفرق اللي انت بتتكلم فيها، لان لغايه دلوقتي السنتر ما اتغيرش معايا. اخر حته هيحصل ايه؟ بص يا سيدي، انا بلف حوالين الانر هتلاقي الموضوع عمل كده. ادي الاوتر وادي ايه في الميل ودي رقم 4. ايه اللي حصل؟ وادي السنتر. ان السنتر والاوتر اتغير مكانهم. بس اللي حصل حصل كده. ادي الميل اهو كان سي في الميل. فضل يزيد 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 لغايه ما وصل اي في الميه، لان الاي في الميه دي اعلى من السي في الميه بمراحل. طب ايه اللي تم؟ هلاقي ان شايف الاوتر ايدج ده هيكمل على استقامته للاخر كده. السنتر هيروح فين؟ شايف الطول ده؟ اقسمه نصين، نصفه كده، تبقى المسافه دي قد المسافه دي، ووصل من النقطه دي للنقطه دي. يبقى ده السنتر لاين. هل السنتر اللي انا بلف حواليه ثابت؟ ما سيبتش اهو. مين اللي ثابت؟ اللي انا بلف حواليه اللي هو الانر. طالما الخط ما اتغيرش الاول لاخر يبقى ده اللي انا بعمل عليه روتيشن. انا اللي حاطط بيفوت عنده مثبته اللي هو مين؟ اللي هو روتيشن اباوت الانر. وده الخط الانر. تمام؟ بالنسبه ل هو انا ليه ما ثبتش السنتر برضه؟ ايه المشكلة لو ثبت السنتر لغاية الآخر؟ لو عملته ايه؟ لو ثبت السنتر ثبته هو اتغير. انا بسأل ليه ما ثبتوش؟ وعليك ما ثبتوش، هو الروتيشن كده اللي بيتم. ركز يا جماعة، ركز سوا كده. اللي بيتم ان الاوتر انا مثبت هنا، الاوتر بيبدأ يزيد 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 لغاية ما في آخر خطوة بيلف. ما ينفعش ان انا اثبت السنتر. يبقى كده المشكلة. ازاي يعني؟ ليه لا؟ بالعقل في طريقه عامل كده؟ ما هو ليه بقى انا بسال ليه؟ ايه المشكله؟ العربيه هتتقلب يا حبيبي. انا عملته كاونتر كده، انا بقلبه. يعني هو كان عامل كده انا عملته كده. ايه ده؟ هو كان عامل كده. ده وشي هتتقلب يعني. انا متخيل الطريقه عامل كده عامل كده. في الحقيقه بتبقى الميل خفيف قوي. ركز سوا. في الحقيقه 60% دي سي في المية بالنسبة لعرض الطريق ما بتبقاش باينة العين، فبتبقى الميل خفيف قوي، بيبقى حاجة خفيفة جدا دي. ليه بالنسبة لعرض الطريق؟ لأن العرض بيبقى كبير. عشان كده أنا رسمها لك بس أنت تحسنها مقببة كده، هي ما بتبقاش كده. لا، هي بتبقى حاجة بسيطة قوي كده، لأن الميل 2%. طب 2% بالنسبة للعرض على حسب العرض قد إيه بقى؟ فيبقى الارتفاع ده بسيط قوي.
تمام؟ شوف المسافات الرأسية دي قد ايه؟ دي عبارة عن بي في اي على 100 ودي بي في اي على 100. بيسمي الستيج دي الفول سوبر اليفيشن. ستيج 4 دي الفول سوبر اليفيشن. يعني انا وصلت للسوبر اليفيشن اللي انا عايزه التاني. النقطة دي بعدها ببدأ أدخل الكيرف. ببقى أنا وصلت من هنا للميل كام؟ الميل إيه في المية؟ اللي بعد ده الكيرف بتاعي. تمام؟ النقطة اللي إحنا كنا بنتكلم فيها، شايف السنتر لاين بتاعك؟ النقطة دي كده هي التي إس. التانجنت سبايرال. والنقطة دي كده هي الإس سي. ليه؟ عشان هيجي في المسألة. يقول لي الاليفيشن بتاع تي اس بيساوي كذا. هات لي بقيه الاليفيشن الونج الرودوي وهنعرف الموضوع ده لما نوصل للمساله. هنتقل شويه. تمام؟ عشان كده انا بنبه على موضوع النقط. فين على السنتر لاين؟ لانك انت لو حطيتها في نقطه ثانيه هتبقى انت بوظت المساله. بيسال على حاجتين هو ستيشن واليفيشن الونج الرودوي. بس هناخد افكار الحاجات دي مع بعض واحده واحده. تمام؟ طيب انا دلوقتي رسمت البروفايل. خلي بالك البروفايل ده انا برسمه بسكيل وهوريك ازاي دلوقتي. بس باقي معايا حاجه. انا عشان اعمل مسافات الاعمده دي مش لازم اجيب اكس. هو انا اكس ما جبتهاش لغايه دلوقتي. ركز بقى معايا. شايف المثلث ده؟ اللي هو ده كده. هنشابه مع المثلث الكبير ده. ده فيه ايه؟ عبارة عن X اللي هي المسافة دي على المسافة الكبيرة دي كلها اللي هي عبارة عن إيه؟ X زائد ال S هتساوي الطول ده اللي هو قد إيه؟ B في C على 100. على الطول ده كله اللي هو عبارة عن إيه؟ 2 B في E على 100. ب مع ب و100 مع 100 يطلع ده كام؟ س على ايه؟ على 2 بي. يبقى اكس على اكس زائد ال اس بتساوي ايه؟ س على 2 ايه. انا مش هستنتج في الامتحان. انا عارف ان الروتيشن اباوت ايه؟ الانر. لان انا ببقى لازم عارف دي قبل ما ارسم اساسا عشان اعرف الاكس دي كام. انا عارف ان الروتيشن ده اباوت الانر صح؟ خلاص يبقى اكس على اكس زائد ال اس بتساوي ايه؟ س على 2 ايه. السي والاي هيديهم لك جبن. تمام؟ والال اس انت هتجيبها من الخطوه اللي فاتت. باقي معاك مين؟ الاكس. من هنا جبت الاكس. هات من هنا يا سيدي الاكس. بتساوي كذا متر. الاسم ده هيجي يقول لك هنرسم البروفايل ده بسكيل. ازاي السكيل؟ ركز معاه. هو مش هيجي وراك كده يقيس بالمسطره. انا عايز الرسمه دي يطلع شكلها كويس. يعني الخط ده معلش هو مايل مني كده على البورده. انا عايزه بقى لما امد مسطره يبقى على استقامته كده. تمام؟ يعني شكل الرسمه يبقى كويس. طب اعمل السكيل ازاي؟ لنفرض طلع عندي ان الاكس دي ب 50 متر والال اس دي طلعت مثلا ب 150 مثلا. يبقى انا لو جيت قلت انا هرسم ال 50 متر دي مثلا 2 سم يبقى ارسم ال اس كام سم؟ 6. الموضوع بسيط صح؟ انا هعمل كده. هعمل سكيل لنفسي اللي هو طرفين في وسطين على حسب بقى زي ما انت عايز ترسمها قد ايه. هقول انا هرسم 50 متر دي يا سيدي انا هرسمها كام؟ 2 سم. يبقى ال 150 يا ترى ارسمها كام؟ هسميها مثلا اكس ولا واي ولا اي حاجه. طرفين في وسطين اجيب مين؟ اجيب السكيل اللي انا ارسم بيه الحته دي. تمام؟ رسمت دول دي هكررها. يعني دي 2 سم دي 2 سم ودي 6 مثلا. ليه انا بقول لك كده؟ لان عندك ورقه اجابه. فانا لازم الرسمه دي اخليها ايه؟ في النص كده في ورقه الاجابه. علشان كل ما بزود في السكيل ده او في المسافات دي انا مش هلاقي مكان ارسم فيه. اوكي؟ تمام؟ ده بالنسبه لمين؟ للمسافات اللي هي في اكس. طب اللي في واي اللي هي المسافه دي. بص يا سيدي المسافه دي اعملها زي ما انت عايز. بمعنى المسافه دي كل ما بتكبر كل ما انت بتدخل نفسك في حاجه وحشه. ايه هي؟ ان الرسمه دي الميل ده بيزيد فتلاقي نفسك انت راسم بره على البورده.
فالمسافه دي خليها مسافه مناسبه بالنسبه لك، 2 سم 3 سم زي ما يناسب الخط ده. لو انا همده يبقى قافل معايا، بس شكل الرسمه في الاخر يبقى ايه؟ يبقى مناسب. ده السكيل. هو مش هتيجي تقول له ده انا رسمها بسكيل 51 والكلام ده، لا انت مش هتكتب له اساسا السكيل انت رسم بيه، بس انت هتنسب له بحيث شكلها في الاخر يبقى طالع كده، يبقى طالع شكلها كويس. وبيجي في مسائل يقول لك وزاوت سكيل، وزاوت سكيل دي برضه يعني بايدك بس يكون شكلها كويس، او بالمسطره برضه يفضل، لانه الموضوع ده مش صعب يعني زي ما انت شفت كده. تمام؟ ده بالنسبه لاول روتيشن اللي هو ايه؟ روتيشن اباوت الانر ايدج. ركز معايا، اخر خطوه قلنا بنعمل ايه؟ بنعمل حاجه اسمها تشيك سلوب. ايه تشيك سلوب ده؟ هسمي الخط ده اس 1 وده اس 2 وده اس 3. ايه هو التشيك سلوب ده؟ بشيك على ميول الخطوط دي، ركز على ميول الخطوط دي، بشيك عليها ازاي؟ اول حاجه هجيب ميول الخطوط دي، دي اول حاجه انا هعملها. يعني اس، خلي بالك التسميه دي زي ما انت عايز، يعني عشان نبقى فاهمين بس، التسميه اللي قصادك سميها زي ما تسميها، يعني عايز تبداها من تحت براحتك، بس ركز معايا في اللي هقوله لك دلوقتي. اول خط عندي اللي هو مين؟ اس 1. الميل بتاعه عباره عن ايه؟ اجيبه من اي نقطه لانه ده خط على استقامته، فانا اجيبه من الاول هنا، ما تعبش نفسي. واي على اكس عباره عن ايه؟ بي في سي على 100 على مين؟ على اكس. يبقى اس 1 هيساوي بي في سي على 100 على مين؟ على اكس. وده غالبا بيبقى الخط الممتد على استقامته، ركز في الكلمه. ميل الخط الممتد على استقامته، لانك هتعمل الحاجات دي في الروتيشن اللي جاي. ميل الخط الممتد على استقامته بيبقى كده، بي في سي على 100 على مين؟ على اكس. تمام؟ طب اس 2؟ اس 2 انا لو مديت دي الحته دي على الاخر كده الاقي الحته دي الواي على اكس اللي هو لغايه هنا. طب الواي عباره عن ايه؟ ادي اس 2 بي في اي على 100 ناقص بي في سي على 100، صح؟ على مين؟ على ال اس ناقص ايه؟ ناقص اكس اللي هي الحته دي. وده بيبقى ميل الخط المنكسر. ميل ايه؟ الخط المنكسر جوه الرسمه، لان هتقابله برضه في التور روتيشن اللي جايين عشان تبقى عارفه، ما تقعدش تفكر كتير. ده ميل الخط المنكسر، ده ميل الخط الممتد على استقامته. طب اخر ميل اللي هو اس 1 ده بزيرو، اللي هو اس 3 ده زيرو. ليه؟ ده افقي، افقي تماما كده. تمام؟ في تشيك اسلوب في الاندكس على 100 على الحته دي اللي عملناها في الكروس سكشن الاولاني خالص. تمام؟ بتاع نص الطريق في الميل. اوكي؟ البي اديها لك نقطة. هنجيب الاس متشيك. يعني البي اديها لك جيفن، سي جيفن، والاي جيفن. تمام؟ أنا بشيك على الاسلوب دي ازاي؟ ركز كده معايا. بيقول لي إن معيار اس 1 ناقص اس 2 لازم يكون اقل من او يساوي الاس ماكسيمم. معيار يعني انا في الاخر الناتج بتاع ده هيطلع ايه؟ هيطلع بوزيتيف. اس 1 ناقص اس 2، اس 1 ده اللي هو مين؟ اللي هو الاوتر ايدج. ناقص مين؟ مين؟ السنتر لاين في الحته دي. المفروض يبقى اقل من او يساوي الاس ماكسيمم. ايه الاس ماكسيمم؟ حاجه اسمها الماكسيمم ريلاتيف جريدينت. هتلاقيها مديها لك في جدول كده بدلاله السرعه. يعني قصاد كل سرعه كده هيديك الفي وقصادها مين؟ الاس ماكسيمم. تمام؟ زي الفل. معيار اس 2 ناقص اس 3 لازم يبقى اقل منها يساوي الاس ماكسيمم برضه.
اخر خطوه معيار اس 1 ناقص اس 3 وهي دي اللي فيها المشكله. اس 1 ناقص اس 3 دي لازم تبقى اقل منها او يساوي كام؟ 2 الاس ماكسيمم. ركز بقى معايا علشان لو جيت تسميهم اي حاجه ركز. ممكن تركز تعال صوت. لو خدت بالك الفرق ما بين الاوتر والسنتر اقل من اس ماكسيمم، وسنتر وانر اقل من اس ماكسيمم. اول ما تلاقي نفسك بتاخد فرق ما بين اوتر وانر يبقى لازم تدبل القيمه. اوكي، يعني زي ما تسميهم سميهم براحتك، اهم حاجه تركز ان مين الاوتر ومين الانر الفرق ما بينهم لازم يبقى اقل من او يساوي 2 الاس ماكسيمم. اوكي تمام، دي اخر خطوه بالنسبه للروتيشن. لو طلعت اكبر من الاس ماكسيمم سيبها لي، المفروض تبقى اون سيف. بالمناسبه الخطوه دي تشيك سلوب هي خطوه لازم تعملها، بس لو مش معاك وقت تركز بقى. لو انت ما معكش وقت ما تعملهاش. ليه؟ لان هي ما بيبقاش عليها درجات عاليه شويه، انك انت لو عامل الباقي كله صح بيغطي عليها شويه، بس ده مش معناه انك ما تعملهاش. من جدول بدلات السرعه هيقول لك ايه؟ تمام؟ قصاد كل البي هتشوف البي اللي عندك في المساله قصادها هتحط الاس ماكسيمم بتاعتك، ماشي؟ ده بالنسبه للروتيشن اباوت هنا. الروتيشن الثاني، الروتيشن الثاني بقى اباوت مين؟ السنتر لاين اللي انت عايزه. ايه اللي انا هعمله؟ الاول انا كنت مثبت الانر، هثبت المره دي السنتر. نفس اللي حصل في الاولاني هيتم في الثاني، بس الفرق الوحيد اخر خطوه. فركز معايا. اول حاجه هتلاقي ان الاوتر ده بيعلى المنسوب السنتر. فبيعمل ايه؟ بيعمل كده زي ما انت شايف. ادي السنتر لاين وادي الاوتر. ده ستيج 1 وده ستيج 2. ثالث خطوه ستيج 3 هتلاقي ان ده بقى كده على استقامته. ده الاوتر وكله ده بقى سي في المية. يعني عمل كده، جه كده وصل عمل كده. طب اخر خطوه هي الفرق بقى، امسك اللي في النص ده لفه كده. هتلاقي ان الانر ده بينزل لتحت والاوتر ده بيكمل على استقامته فوق. تمام؟ طب ده يترسم ازاي هنا؟ ركز بقى معايا. انا اولا بلف حوالين مين؟ السنتر، ثبته للاخر. يعني ده خط افقي كده، ده السنتر لاين. حلو؟ اول ستيج ايه اللي تم فيها؟ تاني ستيج السنتر اتغير معايا؟ لا. طب وفي الثالثه نفس القصه، يبقى السنتر لاين سوري الانر ثابت، هتلاقيه في انهي ستيج؟ وفي اثنين وثلاثه. فده يتمد كده لاثنين وثلاثه. ده الانر ايدج. مين اللي اتغير؟ الاوتر. وصل لمنسوب السنتر في ستيج 2 كده. صح؟ وكمل على استقامته هنا. بقت المسافه دي قد دي قد دي قد الاولانيه اللي هي بي في سي على 100. هي اخر خطوه بس اللي مختلفه. ايه اللي هيتم؟ الاقي ان الاوتر ده هيمد على استقامته كده. شايف المسافه دي كده؟ كررها تحت. يعني تعالى كده لغايه هنا مثلا. لان انا الانر الاوتر بيكمل فوق والانر هو اللي ايه؟ هينزل لتحت. فيعمل كده بص. ده الانر ايدج. طب المسافات الراسيه دي زي ما احنا عارفين بي في اي على 100 ودي بي في اي على 100. حلو؟ نفس الروتيشن بتاع الانر. الفرق الوحيد يعني الستيج الاخيره دي ان الاوتر كمل برضه، بس جه الانر عمل ايه؟ نزل لتحت. لان انا بلف حواليه السنتر اللي هو ثابت من الاول للاخر هندسه. اوكي؟ تمام. ايه المطلوب مني؟ ها؟
انا جبت الاكس في اللي فات، مطلوب مني ان انا اجيب الاكس هنا لانها هتبقى مختلفه. طب يا شباب، انا شايف المثلث الصغير ده مع المثلث الكبير ده كله، فهقول اكس على اللي هي دي لا على دي كلها خالص على ال اس. مين اللي قال بيبسي على مين؟ باقيني يا اخي اكس على المسافه دي كلها اللي هي كام؟ على ال اس تمام؟ ولا كمية هتساوي بي في سي على مين على مين؟ على بي في اي على مين؟ بي سي على 100 على بي في في على 100. دي تروح مع دي، دي تروح مع دي، يبقى ده يساوي ايه؟ سي على 100. يبقى انا عارف الروتيشن اباوت السنتر لاين قبل ما ارسم اكس على ال اس بيساوي ايه؟ سي على 100. لازم ابقى عارفه. ونفس القانون ده هلاقيه برضه في الاوتر. يبقى مين المختلف؟ الانر. اكس على اكس زائد ال اس بتساوي سي على ايه؟ الباقيين اكس على ال اس بتساوي سي على ايه؟ ده بالنسبه للسنتر والاوتر اللي هناخده كمان شويه ان شاء الله. تمام؟ النقط بتاعته النقطه دي اللي هي هنا على السنتر، خلي بالك على السنتر لاين عند ستيج 2 هي 3 اس، والنقطه اللي على السنتر لاين عند ستيج 4 هي دي مين؟ الاس سي. النقطتين دول ما اتغيروش دلوقتي ليه؟ لان انا بعمل روتيشن حوالين مين؟ السنتر، فلازم ما يتغيروش. اوكي؟ تمام. اوكي، اخر حته انا ما رسمتهاش تاني. لان انا هتلاقيه تحت كده والاوتر هتلاقيه التشيك سلوب زي ما عملته في الاول هتعمل هنا ومفيش اي تغيير. بس ركز، احنا قلنا مين الخط الممتد على استقامته كان ايه؟ كان بي في سي على 100 على مين؟ على اكس اللي هو انهي؟ اللي هو ده اللي هو هنا الاوتر، ده مين الخط المستقيم الممتد على استقامته. طب مين الخط الثابت؟ السنتر ده اللي بزين. طب مين الخط المنكسر اللي هو ده؟ اللي هو انهي؟ بي في اي على 100 ناقص بي في سي على 100 على ال اس ناقص ايه؟ ناقص اكس. يبقى انا عارفهم عشان التسميه، براحتك بقى اس 1 2 3 1 2 3 1 2 زي ما تسميهم، سميهم زي ما تسميهم، اهم حاجه تبقى فاهم مين الخط ده ايه؟ فما تثبتش تسميه واحده عشان ما تتلخبطش، اهم حاجه تبقى فاهم المين. اوكي؟ تمام؟ زي ما عملنا في الفات هنعمل هنا في تشيك سلوب. هجيب الميول، انا عارفها الميول. بعد كده بقول فرق الاوتر والسنتر اقل من اس ماكسيمم، والسنتر والانر اقل من اس ماكسيمم. اوتر وانر يبقى اقل من 2 اس ماكسيمم، تمام؟ خلصت كده تشيك سلوب. اخر الروتيشن بالنسبه لي في الاوتر ايدج. الاوتر ده اللي هو جوه. ده اللي انا همسكه دلوقتي. ده اللي انا هلف حواليه. فايه اللي هيهمني؟ كانت أول خطوة دايما الأوتر يوصل لمنسوب مين؟ منسوب السنتر. أوكي؟ العكس اللي هيتم بقى، لأن أنا بلف حوالين مين؟ حوالين الأوتر. فالسنتر هينزل لمنسوب الأوتر. السنتر هيعمل إيه؟ ينزل لمنسوب الأوتر، يعمل إيه؟ يعمل كده. أدي أنا ماسك الأوتر، أروح أعمل كده. تبقى دي أفقي ودي مايلة سي في المية. أوكي؟ دي اللي هي ستيج 2. بيروح عامل كده. ده بيبقى افق كده وده مايل كده اللي هو سي في المية، وهنا ده السنتر ودي ستيج 2 وده الانر. حلو؟ ستيج 3 دايما انا بوصل فيها لمين؟ للمين الكامل سي في المية. لو لاحظت ده برضه نفس القصه، هيبقى عامل كده بس انا بلف حوالين مين؟ حوالين الاوتر. تلاقيه بينزل ينزل ينزل لغايه ما ايه؟ يبقى كله حاجه واحده كده. بس ده ثابت وده كله سي في المية. ازاي كده؟ هنا ده السنتر وده الانر ودي ستيج 3 وده كله ده ايه؟ سي في المية. اخر خطوه هعملها
ان انا اوصل للميل مين؟ اي في الميل لتحت. فهلاقي ده نازل كده. ده الانر ودي ستيج 4 وده السنتر لاين ودي الايه؟ الاي في الميل. حلو؟ ده ارسمه ازاي؟ واحده واحده. وانت بترسم بقى الروتيشن ده خد بالك لان الرسمه منك بتنزل لتحت. لما تيجي ما تجيش تنزل بدول لتحت. ان هتلاقي نفسك كل مالك ما بتنزل. خليك ذكي شويه. هبدا انا من فوق كده. مين اللي ثابت؟ الاوتر. يبقى شد خط من هنا كده للاخر وده مين؟ ده الاوتر ايدج. حلو؟ لو ركزت كده هتلاقي ان في اول ستيج 2 دي السنتر والانر بينزلوا مع بعض وهينزلوا بنفس الميل بتاع الخط. يعني هتلاقي عندك السنتر بيعمل ايه؟ بينزل لمنسوب الاوتر كده صح؟ ده السنتر لاين اهو. نفس الميل ده يعمل منه موازي فهتلاقي الانر بيعمل كده موازي ده كده والمسافة دي قد دي اللي هي كام؟ بي في سي على 100 تمام؟ دي ستيج 2. طب ستيج 3 شبهها بالميل بيكمل بنفس الاستقامة. هتلاقي انه السنتر والانر بيكملوا لتحت كده. يعني السنتر ده هيكمل على استقامته كده. ابو الانر معاه برضه. يعني الخط ده قد الخط ده برضه. قد ده قد ده. بي في سي على 100 تمام؟ هي اخر خطوه بس اللي هي ايه؟ مختلفه. ايه اللي تم في اخر خطوه؟ هتلاقي ان السنتر بيكمل على استقامته واللي حصل له انكسار انهي؟ الانر. فهتلاقي السنتر ده كمل كده. كان ده خط واحد يا جماعه معلش. تمام؟ ده السنتر لاين. طب وده؟ ده هينحرف تحت قوي كده. هو هينزل بس الفرق هنا بين النقطة دي والنقطة دي والفرق هنا بعيد. أنا بمشي من ميل سي في الميل من إيه في الميل فالميل عالي. حلو؟ النقطة دي قريبة عن النقطة دي لكن دي بعيدة عن دي. أقول لك ليه؟ لأن أنا هنا بضرب في نص عرض الطريق. طب وهنا؟ بضرب في عرض الطريق كامل. فالميل لما أضربه في عرض الطريق كامل يعمل الدروب ده. الاقي ان ده ماشي مستقيم. يعني يا جماعه معلش عشان الرسمه شكلها مش حلو. الميل من هنا لهنا ده كله ده خط مستقيم واحد كده. وده زيه شبهه بس بيجي هنا كده بيروح كاسر لتحت بيبقى شكله عامل كده بص. واحد كده والتاني جاي كده عامل كده. عشان تفهموها بس. المسافه دي قد المسافه دي اللي هي بي في على 100. تمام؟ طب النقط هتلاقي عندك ده السنتر فين السنتر 2 اللي هي دي تي اس فين السنتر تاني هنا؟ يبقى دي مين؟ اس سي فين ال اس؟ ال اس بتبدا عندي من ستيج 2 من هنا لغايه ستيج 4 دي كلها ال اس ودي اكس ودي اكس تشيك سلو زي ما قلنا هسميهم ايه مثلا؟ اس 1 2 3 اس 1 بزيرو اللي هو انهي؟ الاوتر اس 2 ده ميل الخط الممتد على استقامته بي في سي على 100 على مين؟ على اكس اس 3 ده ميل الخط المنكسر ده في الاخر جه بينكسر كده ده اللي هو بي في اي على 100 ناقص بي في سي على 100 على كام؟ على ال اس ناقص اكس نفس اللي هعمله برضه اوتر ناقص سنتر اقل منها او يساوي اس ماكسيمم سنتر ناقص انر اقل منها او يساوي اس ماكسيمم اوتر ناقص انر اقل منها او يساوي مين؟ 2 اس ماكسيمم حلو؟ نجيب مثال كده قال لي في الوظيفه كده الراديوس بتاعه كام؟ 250 وقال لي ان السرعه على الطريق كانت كام؟ او جوه الكيرف ده كانت 80 كيلومتر في الساعه
وانا طلعت قصادها وهو كان مديك قصادها الايه السبايرال بارامتر اللي هو الايه بكام ب 200 حلو كان مديني السوبر اليفيشن ب 4% مديني السي كام 1.5% وقال لي عرض الطريق الكامل توتال ويدث بكام ب 7 اللي هو 2 بي يعني نص عرض الطريق ب 3.5 تمام عايز ايه قال لي انا عايزك ترسم الروتيشن اباوت الانر ايدج عايزك ترسمه لي بسكيل سكيل تو بروفايل تمام وعايز تجيب لي حاجه اسمها الكروس سلوب ات 3 على 4 اكس واحده واحده اول حاجه انا هعملها ان انا اجيب الروتيشن اباوت الانر ايه خطوات الديزاين اي زائد اف اس بتساوي ايه في سكوير على 27 ونص لو ركزت هقول لي بكام بوينت 04 الاف اس بكام هنا؟ بوينت 16 انها نوت جيفن صح؟ تقريبا ده بوينت 2 حلو؟ الجزء الثاني في تربيع فمنين تربيع؟ على 127 في كام؟ في الار بكام؟ 250 طب يا عم ده انت مديني كل حاجه ما انا هجيب ايه من قانون ده؟ بص يا سيدي لما يديك كل حاجه زي كده بيبقى طالب هنا تشيك السيستم لانك القانون ده بتجيب منه مجهول يا الاي يا الفي يا الار اوكي لان دي لو كانت نوت جيفن انا بفرضها لكن بجيب منه يا اما الاي ساعتها بيديني الفي والار يا اما بيديني الاي والار واجيب الفي يا اما بيديني الاي والفي واجيب مين واجيب الار لما يديني كل دول يبقى ساعتها عايز تشيك سيفتي فده انا لقيته برضه تقريبا بكام؟ بوينت 2 فهو بيقول لي ان المعادله دي لازم تبقى اكبر منها او تساوي فهنا طلعت تساويها يبقى هنا اقول له ايه؟ ده سيف الكيرف بتاعي ده سيف حلو؟ طب لو كان نوت سيف ممكن يجي كده في 200 يقول لك لو الكيرف نوت سيف انا اعمل ايه؟ الحاجات اللي انا ممكن اعملها غير السرعة يعني أقلبها مثلا صح؟ هو على حسب مين أكبر من مين تمام؟ الكيرف أنصيف فأقلل السرعة أو أزود الإي صح؟ أزود دي أزود السوبر إليفيشن أو أعمل إيه تاني؟ أزود الأر أو أزود الريدس يعني أقلل السرعة او ازود الار او ازود مين او ازود ايه حلو ازودها جوه ال ده ساعتها لو كان ان سي لو ان سي ما ينفعش تغير ايوه تمام انا بقول لك لو مديك كل حاجه وعامل تشيك سيف لو جه قال لك مثلا اف ان سي ايه الحاجات اللي ممكن تعملها على الكيرف ده فهمنا طب ايه في العادي هيدوني هيديني ثلاث حاجات واجيب الرابعه يعني مثلا هيبقى طالب مثلا الفي اداني الاي واداني الار هجيب منين إيه؟ هجيب منه ايه الفي ثاني خطوه كنت بعملها بجيب ال اس ال اس بتساوي ايه في تكعيب على 28 في تكعيب على 28 ار انا هنا مش هكتب لك القوانين بس انت بكتبها احسن لك يعني افضل عشان تاخد عليهم درجه في تكعيب يعني 80 تكعيب على ايه؟ على 28 ار 28 في 250 وشوف دي بكام؟ او ال اس بتساوي ايه تربيع؟ يعني 200 تربيع على مين؟ على 250 على ار شوف دي بكام ودي بكام؟ باشمهندس هو الوحدات احط الوحدات دي زي ما هي؟ انا وحدات 80 كيلو باسكال كيلو باسكال كي بي اتش يعني كيلومتر بر اور اه او اجيب اقول لك كيلومتر كي ام شرطة اور مش هحاول كده او كده ما بحاولش لان انا قلت في القانون ده انا القانون اللي هو ده احط الفي بالكيلومتر بر اور وهنا الار بالمتر ودي التحويله ال 127 تمام لقيت عندي ده طالع بكام؟ ب 73.1 وده ب 160 متر هاخد من هنا ايه؟ الاس ماكسيمم اللي هو كام؟
160 متر. حلو. هو قال لي الروتيشن اباوت مين؟ اباوت انا. يبقى انا عارف البدايه بقى اكس على اكس ده ال اكس بتساوي سي على 2 مين. هاجي على جنب هاجي اقول له ايه؟ اكس على اكس زائد ال اس هتساوي سي على 2 مين. الاكس دي اللي انا عايز اجيبها اللي هي ال اس ب 160 هتساوي سي كانت بكام؟ 1.5 على 2 اي. 2 في كام؟ في 4. واحد يقول لي يا باشمهندس انت ما قسمتش ليه على 100؟ اقول لك هي اكسب على 100 300 فيهم هيقوموا عشان نبقى فاهمين بس تمام؟ يعني انت لو عايز تحطها من 100 يعني 4 دي تبقى بوينت 4 ودي هتبقى بوينت 5 هي هي بس ما حدش يتخبط هي هنا بتروح مع بعض. من هنا اروح جايب الاكس تطلع الاكس بكام؟ تطلع الاكس ب 36.9 متر. حلو؟ قول 37 مثلا او 36 او 9 زي ما تمشيها. حلو؟ اروح ارسم له روتيشن. لو اباوت ايه؟ اباوت الفرنج. معلومة ليك بقى مش لازم اخد ممكن اروح اخليها 40 عادي صح؟ ايه؟ ممكن اخليها 40 عادي لا دي 36 مش هخليها 40 خليها 37 مش ده سكيل؟ ايه؟ سكيل ده صح؟ عشان دي عشان سكيل؟ لا دي مسافة دي مسافة طلعها مش سكيل ده مسافة ده الرن اوت لينكس ماشي؟ معلومة ليك الكروس سيكشن اللي انا برسمه على جنب عايز ترسمه في الامتحان مفيش مشكلة عايز ترسمه براحتك طلب منك ترسمه ارسمه بس الافضل انك ترسمه عشان برضه تبقى عارف لان هو بيحاسبك على البروفايل بس لو رسمت الكروس سيكشن افضل حتى لو بايدك الحاجات دي يعني بتاخد عليها درجه واحده واحده كده انا كنت بعمل ايه في الانر مين اللي ثابت عندي الانر للاخر صح ده الانر ايش ده السنتر لاين ده الانر الانر ايدج وايه؟ الاوتر ايدج دي المسافه اللي هي بي بسي على 100 ايه اللي بيتم؟ قول لك السنتر بيبقى ثابت في اول حاجتين والاوتر بيعلى ادي الاوتر اهو بنفس الاستقامه يعني ده كله كده الاوتر السنتر في الاخر باجي اروح ماسك المسافه الطوليه دي اقيسها واروح اقسمها على 2 من الصفر واروح مادد من الخط ده للخط ده كده حلو بقت المسافه دي كده بي في على 100 بالمناسبه عندك وقت يعني لو انت عندك وقت تكتب ده بكام اوكي بي دي اللي هي 3.5 في ب 4 على 100 فيديك رقم تكتبه عندك وقت تعمل كده اعملها ما عندكش سيبها كده سيبها بالرموز اوكي يعني دي تفريشات بسيطه كده بس انت هتحتاج دي في حاجات ثانيه انا هقول لك عليها لازم تكتبها بقى ساعتها تمام حلو دي عرض ب 3.5 المسافات لا مش ده هو جاي هنا قايل لك انه عرض الطريق الكامل توتال ويدث بسبعه سبعه اللي لسه يبقى البيب كام؟ ب 3.5 مش داني تمام؟ ده اللي هو الاكس اللي هي كام؟ 36.9 اكتبها له كده يا جماعه 36.9 متر والمسافه دي كلها ال ال اس اقول له ال ال اس بتساوي ايه؟ 160 متر واقول له بقى ال 36.9 دي انا هقسمها كام؟ 3 سم مثلا يبقى ال 160 ده يطلع معايا كام سم؟ طرفين وسطين جبت ال 160 اوكي ده السكيل اللي احنا اتكلمنا عليه على اساسه بعمل الكولا من الراسيه دي في التقسيم والمسافه دي اتفقنا ان هي ايه زي ما انت عايزها يعني ما تضايقهاش قوي ما تخليهاش كبيره قوي ليه عشان ميل الخط ده ما يطلعش منك بره اوكي حلو كده انا خلصت له ده كله النقط عندي نقطه هنا اللي هي الدي اس نقطه في الاخر دي الاس سي دي حاجه ليك انت كل ما بتكتبها افضل ليك انت قلنا بتبقى على السنتر لاين تي اس عند ستيج 2
طب ليه يا باشمهندس ما بيعتبرش الاي ال اس من ستيج 1؟ علشان هو في البدايه بيقول لكل اللي بيتم في التغيير ايه؟ حصل كده. فده ما بيعتبروش تغيير عنده. هو ما بيعتبروش تغيير غير لما يبدا يوصل للسي في المين. فبيقول لي ان هي من ستيج 2 لغايه ايه؟ ستيج 4. اوكي؟ تمام؟ تمام. حلو. ايه تاني؟ ايه تاني انا كنت اقص؟ تشيك سلوب. اتفقنا ان التشيك سلوب ده عندي وقت بعمله. ما عنديش وقت ما بعملوش. تكبر دماغك، تبقى عارف انت هتعمل ايه. يا جماعه يا ريت المساله دي تتحل بالايد، يا ريت. عشان بتاخد وقت. تمام؟ تشيك سلوب هسميهم زي ما انتوا عايزين تسميهم. واحد اثنين ثلاثه او واحد اثنين ثلاثه زي ما انت عايز. ايا ما يكون تسميتك من الخط المستقيم اللي يمتد على استقامته ده عباره عن ايه؟ بي في سي على 100 على مين؟ على اكس. من الخط المنكسر ده بي في اي على 100 ناقص بي في سي على 100 على ال اس ناقص اكس. من الخط الثابت ده بزيرو. حلو؟ واقول له اس 1 ناقص اس 2 سيبك من اس 1 ناقص اس 2 الاوتر ناقص السنتر اقل من اس ماكسيمم. سنتر ناقص الانر اقل من اس ماكسيمم. اوتر ناقص الانر اوصل اول ما اوصل لل 2 انش يبقى اقل من 2 اس ماكسيمم. تمام؟ حلو قوي. في مطلوب كده قال لي انا عايز الكروس سلوب بقى تربر الاس. ايه الكروس سلوب ده؟ عايز يشوف ميل الطريق الكروس سيكشن بالظبط. عندي ثلاث ارباع للاس. يعني انا هاجي كده عندي ثلاثه على الاربعه الاس واعمل خط كده داش لفوق. انا عايز اعرف هنا بقى الميل ده هسميه اي داش. هو مش بيوصل هنا الميل اي في الميه. انا هسمي الميل ده اي داش. انا عايز اعرف الميل ده وصل كام. هو شوف الميل ده عندي سي كان واحد ونص والاخير اربعه. دي حاجه ما بينهم. هو مش في النص. حاجه ما بينهم. عايز اعرفه كام. اعرفه ازاي؟ المفروض اعمل تشابه زي ما عملت. بس انا عملت ايه تشابه؟ مش انا عندي قانون بيقول لي اكس على اكس زائد ال اس بيساوي سي على ال اي. خد القانون ده شيل ال اس حط ايه؟ 3 على 4 ال اس. شكرا. يبقى انا اقول له ايه؟ اكس اللي هي بكام؟ 36 و9 على 36 و9 زائد 3 على 4 في ال ال اس ال 160 هتساوي سي اللي هي كام؟ 1 ونص على 2 اي داش. ده الميل اللي انا عايز اجيبه. من هنا اجيب مين؟ اجيب الاي داش. واشوفها تقريبا طلعت معايا ب 3 و18 40%. انا اتاكد لكم. الميل ده في المنطقه دي بالظبط طلع 3 و18%. وده برضه ياكدني هو هنا كان 1.5 هو ما وصلش لغايه 4 يبقى انا شغال صح. اول ما عدى 4 يبقى في حاجه غلط عندي في الحسابات. لانه لازم يبقى ان بتوين ال 1.5 الميل ل 4. ال ال اس دي بيغيرها ممكن يقول لي عند نص الران اوف اللي هي هي ال ال اس. لما يقول لي هات الكروس سلوب وارسم الكروس سيكشن عند نص الران اوف يعني احط بدل ثلاث ارباع دي ايه؟ نص. طب ربع ربع زي ما يكون النسبه بتاعته. اوكي؟ تمام. موضوع الاليفيشن والاستيشن. ركز بقى معايا في موضوع الاليفيشن والاستيشن. بيجي كده بيبقى مديني يقول لي ايه؟ الاستيشن بتاع التي اس عباره عن 0 زائد 100 والاليفيشن بتاع التي اس ب 100 متر. حضرتك عايز ايه؟ ديترماين اليفيشن اند ستيشن الونج الرودوي. يعني ايه؟ يعني انا عايزك تجيب لي الستيشن عند ستيج 1 واثنين وثلاثة وأربعة. أوكي؟ ودي هنعرفها دلوقتي. خلينا في الاستيشن دلوقتي. الاستيشن بتاع التي اس اللي هو هنا صح؟ كام؟ 0 زائد 100. عايز أجيب الاستيشن اللي قبله. أنا كده بزيد. كده بنقص صح؟ يبقى الاستيشن بتاع ستيج 1 أقول له كده الاستيشن بتاع ستيج 1 هتبقى عبارة عن إيه؟ الاستيشن بتاع التي اس اطرح منه الإكس 36 و9. واشوفها طلعت بكام. عايز اجيب ستيج 3 الستيشن بتاعه اجمع عليه كام؟ 36 يبقى 136 و9.
طب عايز اجيب ستيشن بتاع ستيش 4 اجمع على ال100 دي ال160 بدل ما تجمع الجزء الباقي ده لا اجمع على ال100 دي ال160 يبقى كام 260 الستيشن بتاع مين بتاع ستيش 4 ده الستيشن طب الاليفيشن ركز بقى في الاليفيشن الاليفيشن بتاع النقطه دي هنا انا عايزك تجيب لي كل الاليفيشن بتاع الاوتر والانر والسنتر الونج الرود واي يعني في كل الستيشن حلو خلينا في الستيج 2 الاول النقطه دي فوق كده المسافه الراسيه دي عباره عن ايه بي في سي على 100 لو انا طرحت من الاليفيشن ده بي في سي على 100 يبقى انا جبت كده منسوب الانر عند ستيج 2 يبقى انا اجي كده فوق اقول له هات ستيج 2 كده اجي كده اقول له ايه هات ستيج 2 انا عندي منسوب التي اس ده بص اقول له كده الاليفيشن بتاع التي اس هو هو الاليفيشن بيساوي الاليفيشن بتاع مين؟ بتاع السنتر صح؟ هو هو الاليفيشن بتاع مين برضه معايا؟ بتاع الاوتر مش كلهم في نفس الاليفيشن هنا نقطة تي اس دي عندها السنتر والاوتر بتساويه في نفس النقطة كل ده بيساوي كام؟ بيساوي 100 متر اجي اقول له بعدها بقى الاليفيشن بتاع الانر ايدج اللي هو تحت ده هنا هيساوي ايه بقى؟ هيساوي الاليفيشن بتاع الدي اس اكتبها لك الاليفيشن بتاع عايز تكتبها عايز تكتبها مش عايز تكتبها تكتب ارقام خد بالك بس عشان لما بتطلع الارقام غلط بتتحاسب عليها لكن لما بتكتب القانون انا بمشي معاك او المصعب بيمشي معاك اوكي؟ فالاسهل يعني اكتب القانون وبراحتك فانا اقول له الاليفيشن بتاع الدي اس اطرح منها كام؟ بي في سي على 100 يعني انا هقول له هنا 100 ناقص بي في سي على 100 اللي هي كام دي؟ اللي هي دي 3.5 في 1.5 على 100 واشوف دي بكام متر حلو؟ ركز بقى في الحته دي انا وصلت لانهي منسوب؟ منسوب الخط الثابت ده الموضوع ده مهم قوي منسوب الخط الثابت ده بيمكنني اجيب اي اليفيشن تاني بسهوله. ليه؟ منه بنسب اي اليفيشن تاني. سهله يعني. اعمل ايه؟ ده بالنسبه للستيج 2، روح للستيج 3 كده اقول له هات ستيج 3. منسوب التي اس اتغير؟ ما اتغيرش. اقول له منسوب التي اس هي هي منسوب السنتر لاين قصدي. بيتساووا بعض كام؟ ب 100. منسوب الاوتر زود بقى على ال 100 دي اقول له منسوب الاوتر الاليفيشن بتاع الاوتر هيساوي الاليفيشن بتاع الدي اس او هيساوي الاليفيشن بتاع السنتر زود عليه بي في سي على 100 حلو؟ طيب ده اطرح منه بي في سي على 100 جبت مين؟ الانر اللي هو اوريدي ثابت اوريدي ثابت انت لسه جاي يعني انت ممكن ما تقولوش النقطه دي هتقول له الاليفيشن عندي ستيج 3 بتاع الانر هو هو الاليفيشن بتاع مين؟ اللي هو بتاع ستيج 2 مش لازم تحسبها ان الخط ده ايه؟ الخط ده ثابت زي ما قلنا. اوكي؟ ده ستيج 3. طيب ستيج 4 حلو. ستيج 4 اعمل ايه؟ مين اللي ثابت عندي هنا؟ ده. ده اللي هتنسب منه بقى. هقول له الاليفيشن بقى بتاع ستيج سوري ات ستيج 4 الاليفيشن بتاع الانر ايدج هو هو الاليفيشن بتاع الانر ايدج في ستيج مين؟ 2 3 بيساوي كذا. طب انا عايز اجيب مين؟ النقطة بتاعت الاس سي اللي هي مين؟ السنتر يبقى اقول الاليفيشن بتاع السنتر اللي هو الاس سي هتساوي الاليفيشن بتاع الانر زود عليه بي في اي على 100 عشان انا وصلت للفول سوبر اليفيشن زود على النقطة دي بي في اي على 100 جبت مين؟ اليفيشن الاوتر عند الفول سوبر اليفيشن حلو؟ كده انا جبت له كل الاليفيشن ناقص دي ودي سهلة برضه ستيج 1 انا عندي دي ثابتة فهقول له الليفيشن تي اس هيساوي الليفيشن السنتر لاين حلو في ستيج 1 بيساوي 100 انزل منه كام بي في سي على 100 جبت الليفيشن الاوتر والانر حلو كده جبت له كل الليفيشن حاجه سريعه ممكن ما يدينيش التي اس يديني ايه يديني الاس سي ممكن يديني ايه تاني ممكن يجي يقول لي الليفيشن بتاع الاوتر عند الفول سوبر الليفيشن ب 300 انهي واحده النقطه دي
واللي انا عملته ده اعمله بالعكس وابقى فاهم ومركز. شايف دي؟ انزل منها بي في ايه عالميه جبت الاس سي، انزل منها بي في ايه عالميه جبت مين؟ جبت الانر. ده الخط الثابت بقى اللي هيريحني بعدين لما ارجع للستيج 2 و 3 هيبقى الموضوع سهل. همسك الاليفيشن ده ازود عليه بي في عالميه في سي عالميه وهكذا هنا وهكذا ايه هنا. تمام؟ دي شويه افكار ايه سريعه حبيت اقولها لك. المره الجايه ان شاء الله غالبا كده هندي مثال لو كان في وقت هنشوف، بس غالبا هندي مثال. ممكن نبقى مثال على الاوتر مثلا، حد مش فاهم حاجه